يعد فن المرادة من الفنون التراثية غير المادية المتجذرة في أرض مملكة البحرين وتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد. فن المرادة عرفه المجتمع البحريني قبل أكثر من 200 عام، وهو عبارة عن أهازيج فلكلورية تؤدى بواسطة النساء فقط وفي مناسبات معينة. بمجرد أن ترى هذا المشهد الغنائي الراقص الذي يعود بنا إلى زمن الأجداد والآباء، وبمجرد أن تسمع هذه الكلمات المهداة إلى الأزواج والأبناء بأن يعودوا سالمين غانمين إلى أحبائهم وديارهم، ستعلم حينها أنك مع موعد مع أحد الفنون التراثية المتجذرة في أرض مملكة البحرين وتوارثها الأبناء عن أجدادهم وآبائهم، ألا وهو فن المرادة. قبل أكثر من 200 عام دخل هذا الفن العريق الذي يسمى بالمرادة إلى بيوت وقلوب المجتمع البحريني، وهو عبارة عن رقصة غنائية تؤدى بواسطة النساء فقط وفي مناسبات معينة، منها الأعياد وإنزال سفينة جديدة إلى البحر، وعند شفاء المريض ورجوع المسافرين من السفر والانتصار في الحرب، وفي بعض حفلات الزواج ومناسبات النذور. وفي عصرنا الراهن تؤدى المرادة في الأعياد الوطنية في مدارس البنات والجمعيات النسائية. يشترك في أداء المرادة من 20 إلى 30 فتى، يقفن في صفين متقابلين ومتوازيين، وتمسك كل فتاة بكف الأخرى، ويبدأن في الصف الأول بغناء شطر من القصيدة مع رفع أذرعهن إلى الأعلى وضرب أرجلهن في الأرض متقدمات نحو الصف الثاني، ثم يرجعن إلى الخلف. بعدها يبدأ الصف الثاني بمثل ما فعل الصف الأول، ويتكرر ذلك حتى نهاية القصيدة. المرادة كانت وما زالت تجسد المكانة الكبيرة والهامة التي تؤديها المرأة البحرينية على صعيد التماسك الاجتماعي وتعزيز دورهن الفعال في المشاركة الحياتية.